ريكاب جديد تونيزي. عدد الملقحين في اليوم 64 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا يبلغ 570,553 شخصا بعد تطعيم أكثر من 32,000 تونسي بتاريخ أمس السبت 15 من مايو 2021. وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي المسجلين على منظومة إيفاكس بلغ حوالي 1,730,000. وزارة التربية تدعو مدرسات ومدرسي تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة من التعليم الأساسي والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في مواد اللغة العربية والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا إلى تخصيص حيز زمني بمدة 30 دقيقة من حصص التدريس العادية خلال الفترة المتراوحة بين 17 و22 من مايو 2021 لتعريف الناشئة بالقضية الفلسطينية وإبراز جذورها ومختلف أبعادها التحريرية والإنسانية. عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيون ينفذون وقفة احتجاجية بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين مساندة للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي. وقد أمضى المحتجون عريضة للمطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. عدد قتلى حوادث الطرقات في تونس تراجع خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 4.7% وفق بيانات المرصد الوطني للسلامة المرورية. 298 تونسيا لقوا مسرعهم جراء حوادث الطرقات خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مقابل 313 في نفس الفترة من السنة الماضية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة تعلنان الانطلاق في القيام بالتجارب الفنية على القطارات التي تم اقتناؤها حديثا وكذلك على التجهيزات المعدة لها لاختبار مدى تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة من المصنع، وذلك في إطار إتمام أشغال مشروع الشبكة الحديدية السريعة وتحديدا الخط أ المزمع الانطلاق في استغلاله موفى جولي 2021. كنتم مع ريكاب جديد تونيزي، قدمها لكم خالد عليمي.